هذه الدورة دي المجلس الجهوي كان مقرر أنها تكون يوم 11 يوم 11 فبراير وباتفاق مع الأخ الأمين العام وكان غادي ترأسها. الذي وقع هو أنه كانت زامنت مع المسيرة ديال الدعم الشعب الفلسطيني نعم دعم فلسطين. فكان تواصل أيضا مع الأخ الأمين العام من جهته هو وذكرنا شوية وبلنا بأنه من غير المناسب أننا نديرها في نفس التوقيت. علاش؟ باش نخلو فرصة للمسيرة، خاصة أن الأمانة العامة كانت في نداء ديالها طلبت من الأعضاء ومن المناضلين ديال الحزب أنهم يساهموا في المسيرة طبعا كسائر المواطنين. خرجت طبعا بعض الأخبار اللي كتقول ما نعرف علاش الأمين العام ما بغاش يجي لمراكش، وربطت هذا الشيء طبعا بالتصريحات ديال المسؤول. شيء لا أساس له من الصحة. القرار ديال التأجيل كان يوم الخميس يومين قبل ما يكون كاع المؤتمر ديال الحزب ديال البام. فاذا قررنا باش نديروها في يومه، اتفقنا على نديروها نهار 18 وانتم كيف كتشوفوا اليوم حضر الاخ الامين العام باش يترأس هذه الدوره ديال المجلس الجهوي. وهي دوره سنويه عاديه بمعنى كتنعقد كل سنه كتناقش كل ما يتعلق بالحزب على مستوى الجهه، يعني نقدم فيها نحن ككتابه جهويه تقرير حول عمل الحزب في الجهه في أقاليم الجهة الثمانية، ونقدم أيضا لأعضاء المجلس الجهوي تقريرا ماليا حول الوضعية المالية، ونقدم بعد ذلك برنامج سنة 2024 ومشروع الميزانية سنة 2024. وهذا الوثائق أو التقارير كيخصها تناقش وتحظى بالمصادقة ديال المجلس. طبعا بين يدي هذا اللقاء طبعا غتكون كلمة ديال الأخ الأمين العام اللي هي كلمة توجيهية. فاحنا اليوم سعداء على مستوى جهات مراكش، على مستوى الحزب في جهات مراكش اسفي، لانه الامانه العامه اليوم كل اعضاء الامانه العامه كاينين في مجالس جهويه اخرى، كاين فاس، كاينين في الجنوب، كاينين في طنجه الى اخره. وحنا حظينا بانه الامين العام شخصيا هو اللي يترأس المجلس الجهوي ديالنا. فين هذا هو السياق اللي كينعقد فيه هاد اللقاء. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.